السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا المنتخب الوطني لكرة اليد، ولا تغطية ولا تغطية ولا ترعينا نهضروا. كنا نقول لكم يا ودي راهم يلعبوا في مصر يا جماعة، خسروا على ما ديروش عليهم، على ما ديروش ضغوطات، على ما تبعوهمش، على انتوما هذا وزير الشباب والرياضة. يعني ما شفناش نورمالمون كومي جاو رايحين قلت لهم روسيبسيون منا منا منا، هذا وزير الرياضة عندك كرة قدم، عندك منتخب وطني واحد، انتوما تتكلموا على مدرب، انتوما اختصاص تاعكم على وزير الشباب والرياضة. على بالك نورمالمون انت تستقيل، نورمالمون تستقيل يعني يوم 29 مارس، يوم 29 مارس يعني يضرب زلزال في كرة القدم الجزائري، في الرياضة الجزائرية زلزال كبير، يعني تغيير شامل. هذه صرات في فرنسا، علاهم قاضبين روحهم ولاهم يخدموا عليها؟ ما نقول لكم عليها، فرنسا في 94 إليميني 94 لا دينيير مينيت يا ودي سكوند التالية ماركا وبد لادفيرسير، والله ماني عاقل ذاك لادفيرسير اللي ماركا. المهم السيت تاعهم انطلق خرج فرنسا باس في الدقة، البارا طاح عليه ماركا البود نقلها كيما ضربك إليميني، كانوا 1-0 1-1 إليميني، فرنسا إليميني. بصح فرنسا في ديك الليلة الوزير طرد المدرب الاسكار، في ديك الليلة داروا اجتماع طارق وخرجوا بقرارات وحسابات وخرجوا. شوف فرنسا يعني داو كوب دي موند، داو كوب دوروب، المشاركة مشرفة، يدو كوب دي موند، يوصلوا فينال، يوصلوا على عامل داروا إصلاح تاع بصح. حنا لا حنا يا قاسامة ولات لي تجي تحصل في قاسامة، النساء محصلين في قاسامة، الرجال محصلين في قاسامة، اقعدوا قاسامة، اقعدوا يدخل شو يدخل ويخرج غير قاسامة، داخل خارج قاسامة، داخل خارج قاسامة. هاري المغرب لا دانيير مينيت 28 وقيل 28 27 لا دانيير مينيت كنا رابعين مع شطرك. والله نورمالمون اللي يقول لكم شوف يوم انا نقولها لك يا سي تبون يا رئيس الجمهوريه، هذه رساله والله العظيم. لا منتخب وطني ما تشوف كيما هكا دعوه منا، انا نقول لك انا نعرف كره قدم والله العظيم ما غادي ينجحوا، هادو راهم يمشوا في غير هاك، هادو يخدموا اجنده تاع ناس. انا ما على بالي تا بواحد، انا تقودوا عليا على بالكم، انا تقودوا عليا شاندير، على بالكم شاندير ولا ما بالكمش تقودوا عليا جبت كلش. راني نقول لكم انا راني ساكت تقودوا عليا جبت كلش. نبداها من اللي نزل، نبداها من اللي ما قبلش الاذاعه الوطنيه الجزائريه تركب في الطياره، من فماك نبداوك مصر نحتحت في والديها. شوف ما نخلي اديداس، ما نخلي زوج وكالات، واحده في باري واحده في قطر، ما نخلي والو. ها دخلكم لي بيزاكم مع البيت بوال، نقول لكم راني نهضر هادو كرة قدم، لازم تغيير شامل، لازم اصلاح. يعني كي نقولوا اصلاح ماشي مدرب ولعابه، اصلاح كليه في التسيير في كاع صوالح كاع، اصلاح شامل. وهذا تاع الوزير الشباب والرياضه، انت عندك تاك حسب عندك غير مدرب تهدر عليه، عندك الهوند، عندك كرة السلة، كرة اليد، كرة منا، كرة من، كرة الكرعي، كرة الركبة، كرة القلوة، كرة عندك كاع صوالح، عندك كلش. هاي نقولها لك، وين حقق المنتخب المغرب لكرة اليد يوم السبت ريمونتادا تاريخية أمام ناظره الجزائري ب 28 ل 27 لحساب منافسة كأس العالم لكرة اليد المقامة في بولندا والسويد. أقسم اليوم يلعبوا في مصر، في شو كيفاش. وانتهى الشوط الأول من مواجهة لمنتخبين بنتيجة 15-13 لصالح المنتخب الوطني بفرق نقطتين فقط، وتمكن المنتخب المغربي من العودة في الشوط المباراة الثاني حيث أضاف 15 هدف مقابل 12 للجزائر ليقلب الفريق المغربي الطاولة بهدف جاء في آخر ثانية من المباراة بعد أن كان متأخر بفرق هدفين. ويعتبر هذا الانتصار الأول للمنتخب المغربي بعد 4 هزائم أخرى أمام تونس
أول أمس الخميس ب 30.25 30 مقابل 25، وسيواجه المنتخب في آخر لقاء له بهذه المنافسة مقدونيا الشمالية بعد غد الاثنين ابتداء من الساعة 6 مساء ضمن المجموعة الثانية للبطولة التي تضم كل من تونس والجزائر. الجزائر ما غادي تلعب مع تونس، وكنا نقول لكم يا جماعة يا جماعة راهم يلعبوا يا ودي، راهم يلعبوا انتوما ما تهضروا عليهم ما والو. لا اسكت، لا انت ماشاك عارف، انت ما تعرفش كرة اليد، ما تعرفش كرة الهند، ما تعرفش منا. يا عرفوا غير انتوما، راه يعرفوا غير انتوما، اوكي عرفوا انتوما. فشل ذريع للوزارة الوصية، استقلوا واتركوا الجزائر تتطور. انا نقول لكم استقلوا، ديروا استقالة تاعكم، ما ديروا استقالة تاعكم، انا نقولها لكم، ما انا نقولها لكم، ديروا استقالة، ديروا استقالة، ديروا استقالة واخروا ديروها. عيب عليكم، عيب عليكم، والله لا عيب عليكم. الوزير انا نقولها لكم نعود، هذا الوزير هو المسؤول الاول عن هزيمة المنتخب الجزائري لكرة اليد امام نظيره المغربي نقول لكم الحساب والعقاب. انا نقولها لكم نعود، سبحان الله تقصروا علينا، انا ما نعرفوش، انا ولا ما نعرفوش، عيب عليكم. هذه من التالي نقولها لكم ونعاود، هذه عيب، والله لا عيب. ما عندناش احنا كرة اليد، كنا احنا نطيروا، كنا نطيروا يا ولد عمي، انا كان كي كان عندنا منتخب كنا نطيروا تاع قول. تولينا هنايا التوالا خلي بالخلا العام يبان اي راه نقولها لكم، روح غادي نقول لكم كلمه، هذه هي انا نقولها لكم ونعاود ولدي سيد الوزير، هذه هي نتيجة التسيب والإهمال. الكرة الصغيرة اتحادية غائبة، وزير ميت، لاعبين ضمنيا وين بلاصتهم، الغلطات متكررة، تضييع عديد من الأهداف ممكنة والتطور نحو الأسوأ. مشكلتنا الآن أننا لا نملك بطولة قوية، أغلب لاعبين محترفين في الدوريات الخليجية والفرنسية، لازم إعادة اهتمام بالرياضة الكبرى، هذا مشي نركزوا على بناء الملاعب في كرة القدم ونهمشوا الرياضات الأخرى ونشاركوا من أجل المشاركة. أنا أقول لكم نعود، مبروك الجيراننا ربحونا كرة القدم، ربحونا يعني احنا ما خدمناش سبحان الله، احنا ما خدمناش، أنا ما خدمناش سبحان الله، وخدمنا ولو كان وصلنا ما خدمناش سبحان الله، كنا نكذبوا على روحنا، ها ما خدمناش، ها ما خدمناش، نخدموا نوصلوا، ما نخدموش ما غادي نديروا والو، ما التالي كاع خويا، صروا علينا ما قصروا عليكم، وباينة سبحان الله، لو كان خدمنا لو كان صبنا، ما خدمناش، راهو المغرب فازوا علينا، راهي وراهي، وكيما مكتوبة، صحتكم ما مغاربة والله بصحتكم، يعني ترى هذولا هما اللي خلاو الناس تربحنا وخلاو الناس تضحك علينا وخلاوها. هذا هنا يا خويا، لا اله الا الله محمد رسول الله، هذه هي عرفت وين وصلنا. اسمحوا لي كنت نهضر على هذيك، هذو الناس لازم على بالك بقاء تاعهم، هذو انا كراني نهضر كيما هاك، ما عادش نقولوا على مدرب تاع منتخب وطني ولا، هذه كاع المنظومه بقاء تاعهم يعني تحطيم الرياضة الجزائرية كلية، هذه هي نقولها لكم، تحطيم كرة القدم الجزائرية، هذو يحطموا، هذو جاو يحطموا، هذو ما يخدموش، هذو دخلوا مليح بيناتكم، جاو يحطموا ما جاوش يخدموا، سبحان الله، على بالنا شكاينة، قصروا علينا احنا ولا احنا نشوفوا فيها هكا، هكا باينة، انتم تهرسوا احنا وانتم وسكتوا سكتوا. أنا أقولها لك،
لازم تزير، لازم يزير روحه، زيروا روحكم لبيت خدمه. ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد ان شاء الله. واللي مشي ابوني ابوني معنا، وربي يحفظكم خالتي. سعيدو.